ينضم إلينا الآن من خان يونس الزميل الكريم يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يا يوسف، ماذا لديك أخي الكريم؟ نعم محمد، ما لدينا يتعلق بمزيد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة والمحافظة الوسطى وتحديدا مخيم نصيرات، حيث أغارت قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في أقصى المناطق الغربية من المخيم، وهو منزل كان قد استهدف في مرات سابقة، لذا لم يقع شهداء في هذا القصف وإنما أصيب بجراح بعض المارة من الطريق الموازي لهذه البناية. في مدينة غزة استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين حسب المصادر الطبية الفلسطينية. لكن المشهد الأبرز في هذه المدينة هي عمليات البحث عن جثامين الضحايا بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الجامعات والصناعة وحي الرمال. لا تزال طواقم الدفاع المدني تنتشل مزيد من الجثامين، 60 شهيدا هي حصيلة غير نهائية لهذا التوغل الذي استمر قرابة أسبوع، دمر خلالها الاحتلال الإسرائيلي 10 البنايات السكنية وحتى المؤسسات التابعة للأونوروا. أيضا ما زال جيش الاحتلال يتمركز عند منطقة كيرفور في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وحاول الاحتلال أن يستدرج البعض من خلال إيهام المواطنين بأنها مناطق آمنة، وحين ما وصلوا إليها فوجئوا بإطلاق النار من قبل الآليات وكذلك ما تعرف بطائرات كواد كابتر. مساء اليوم جدد الاحتلال أيضا قصفه للأطراف الجنوبية لحي الصبرة من خلال الآليات الإسرائيلية المتمركزة على محور نتساريم وسط القطاع. المناطق الشرقية للمدينة حي الشجاعية لا تزال أيضا عمليات البحث جارية عن مزيد من الجثامين بعدما انتشلت طواقم الدفاع المدني في الساعات الأخيرة 60 شهيدا ارتقوا خلال العملية البرية التي استمرت لمدة 2 أسبوع في هذا الحي الذي قال الدفاع المدني إنه لم يعد صالحا للحياة على وجه الإطلاق. في مدينة خان يونس عفوا لمقاطعتك مرة زميلي الكريم، لكن جيش الاحتلال يتشدق بأنه ينذر هؤلاء الذين ستتعرض أماكنهم للقصف، وهؤلاء الذين يتخلفون في تلك الأماكن بين قوسين دماؤهم في رقابهم، ما حقيقة ذلك يا يوسف؟ الحقيقة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى حي الشجاعية دون سابق إنذار، وبعدما أصبحت الآليات الإسرائيلية في وسط حي الشجاعية قام الناطق باسم الجيش بنشر تغريدة على موقع فيسبوك عبر صفحتها الشهيرة ويطالب فيها الناس بالإخلاء. كان الاحتلال قد توغل في وسط حي الشجاعية وأطلق 10 القذائف المدفعية، كما أطلق أيضا 10 الصواريخ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ودفع الناس تحت وطأة القصف الإسرائيلي باتجاه المنطقة الغربية. والواقع يقول إن الاحتلال الإسرائيلي حينما دعا أهالي حي الدرج والتفاح بالتوجه إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة، والإعلان عن أن منطقة التفاح والدرج هي مناطق عمليات خطيرة، ذهب المواطنون باتجاه المنطقة الغربية من غزة كما طالبهم الاحتلال، تمركزوا عند منطقة الجامعات وفي حي تل للهوى ومنطقة الصناعة. لكن ما جرى عند فجر ذاك اليوم أن الاحتلال توغل في المنطقة التي دعا فيها الناس إلى التوجه إليها، وتحديدا منطقة تل للهوى ومنطقة الجامعات والصناعة، لذا حوصر المواطنون هناك ولم يكن بالإمكان أن يغادروا صوب المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة، لأن الآليات الإسرائيلية دائما واعتاد المواطنون هناك أنها تقتحم المدن والأحياء تحت وطأة القصف وبغطاء ناري كثيف. لذا الاحتلال لا يقوم بتحذير أحد، وإنما بعد بدء العملية البرية يقول الناطق باسم الجيش أن مطالب من الناس إخلاء هذه الأحياء بدعوى أنها مناطق قتال خطيرة. والأخطر أنه يطالب المواطنين بالتوجه نحو ما يقول إنها مناطق معروفة ومسمى بالمآوي الآمنة. واليوم في خان يونس يعيد الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى الإغارة على المناطق الغربية من المدينة، مستهدفا مخزنا
تابعا لمؤسسة دولية ويقتل 4 من العاملين في هذه المؤسسة الإنسانية في المنطقة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها مآوي آمنة. لذلك هي ربما أكذوبة قد تنطلي على البعض في المجتمع الدولي، هكذا يقول المواطن الفلسطيني والمراقب في قطاع غزة، لأن سير الأحداث يثبت عكس ذلك تماما. ما من مكان آمن في غزة، والتحذيرات بضرورة الإخلاء هي محض افتراءات وربما تستخدم في الدعاية التي يسوقها الجيش الإسرائيلي، بعدما يقول نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم. واليوم يتضح في منطقة تل الهوى عمليات الإعدام الممنهج ضد أسر وضد مسنين ومسنات.